السلام عليكم، صباحكم عافية. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناة البلد. معكم أديمة محي الدين، أخصائي تغذية علاجية ومدرب رياضي. اليوم حنتكلم عن مواضيع مهمة شديد، مواضيع محتاجة لها بكثرة في حياتنا اليومية، ومفروض إن إحنا نركز عليها بأقصى طريقة ممكنة، ألا وهي أعمدة الحياة الصحية. طيب، أعمدة الحياة الصحية عندنا ثلاثة أعمدة. أول حاجة التغذية الصحية السليمة والرياضة والراحة اللي إحنا المفروض إنه نرتاح أو يرتاح الجسم. طيب، الثلاث أعمدة اللي احنا محتاجين لهم بشكل يعني متكامل مع بعض، وما ينفع ان احنا ناخد واحد ونخليه الثاني، ليه؟ لانه هم الثلاثه مع بعض بيشكلوا مثلث الحياه. تمام. طيب، لما نيجي نمسك يعني شنو تغذيه صحيه سليمه، التغذيه الصحيه السليمه ذاتها عندها مواضيع كثيره مع بعض احنا المفروض انه نتكلم فيها او نركز عليها. طيب، أنا لما أجي أقول تغذية صحية سليمة بكون قلت إنه يعني الجسم البني آدم محتاج لإنه ياخد كافة العناصر الغذائية اليومية بصورة متكاملة. فلما أقول كافة العناصر الغذائية المفروض نركز عليها كلها، ما نمسك جزء ونخلي جزء. طيب، ناخدها ذاتها بطريقة صحية وبكميات متوازنة. طيب، يعني ما ممكن نركز على إحنا ناخد العناصر كلها ونهمل الكميات ونهمل الطرق الصحية اللي إحنا المفروض نعملها. لازم ننتبه على ثلاث حاجات مع بعض، اللي هي كل العناصر والكميات المناسبة والطريقة الصحية اللي إحنا بنعملها بها. طيب، نيجي نشوف العناصر إحنا محتاج لها هي أساسا شنو. طيب، عندنا عناصر غذائية مهمة للجسم محتاج لها بيكون بها الطاقة. ببساطة كده هم ثلاث حاجات رئيسية أو ماكرو نيوتريان ثلاثة وماكرو نيوتريان ثانية. الماكرو نيوتريان اللي هي العناصر اللي بتدينا الطاقة، اللي هي شنو؟ كربوهيدرات، بروتين، وفاتس. طيب، حنمسك كل واحد منهم بطريقة مفصلة ونشوف فايده شنو للجسم. طيب، عندنا الكربوهيدرات. الكربوهيدرات هي مسؤولة عن يعني المصدر الأساسي للطاقة في جسم الإنسان، بتجينا من مصادر متعددة. طيب، عندنا فيها مصادر كربوهيدرات معقدة وكربوهيدرات بسيطة. الكربوهيدرات البسيطة جاية من السكر وجاية من الفواكه والخضروات وغيرها. تمام، هي سموها بسيطة ليه؟ لأن الجسم بيمتصها بسرعة وبتتهضم بسرعة، عشان كده هي اسمها كربوهيدرات بسيطة. طيب، والمعقدة الجسم محتاج زمن أطول على أساس إنه هو يمتصها ويستفيد منها، بتاخد زمن أطول. تمام، المعقدة ذاتها عندنا فيها أقسام. طيب، في كربوهيدرات معقدة مكررة وفي كربوهيدرات معقدة كاملة. الكاملة هي دي الصحية، المكررة هنا بتكون فقدت يعني حاجات أساسية منها بتخليها تندرج تحت نطاق مصادر غير صحية. طيب، يعني شنو مكررة ويعني شنو متكاملة؟ المكررة بيكون يعني إحنا شلنا منها زي مثلا الحبوب الكاملة. الحبوب الكاملة حاجة صحية، كربوهيدرات متعددة معقدة كاملة. فأول ما أنا أنزع منها القشرة طوال التندريج لنا على أساس إنها هي تبقى شنو؟ مكررة. القشرة دي عبارة عن ألياف صحية الجسم محتاج لها. فوائد الألياف شنو؟ الألياف فوائد إنه إحنا بنلقاها يعني في بتساعد لي الجسم على الهضم، يعني مسؤولة من الهضم في الجسم، أو بتساعد يعني مش مسؤولة مسؤولية كاملة، وكمان بتساعد في تنظيم السكر في الدم وبتدي الجسم إحساس بالشبع. يعني الفائدة هنا جايانا من الألياف. فأنا أول ما أنزع الألياف هناك الحبوب حتبدأ هي تبقى حبوب مكررة، الفائدة فيها قلة شديد. تمام، لحد هنا عرفنا كده التقسيمين مع بعض. الألياف كمان بنلقاها في الفواكه وبنلقاها في الخضروات، والجسم زي ما قلنا محتاج لها لأنه عندها فائدة في الهضم وفي تنظيم السكر. طيب، أنا لما أنزعها، عشان كده كل خبراء التغذية وكل أخصائيين التغذية وأي زول له علاقة بالمجال الصحي لما يجي يقول لك جيب لي حبوب كاملة الدسم، كاملة الحبة أو الحبة الكاملة، زي مثلا عندنا دائما حاجة شائعة شديد، يعني إحنا معتمدين بها الناس أو الناس دائما بنشوف إنه إحنا مطلوبة كثير، اللي هي العيش الأسمر أو الدقيق الأسمر. الدقيق الأسمر ده هو دقيق كامل الردة أو الحبة كاملة. تمام، الفائده فيه هنا في شنو او فرقه من الدقيق العادي؟ الالياف. ده الكلام اللي انا بشرح فيه حاليا، ان احنا اهميه الالياف عندنا كبيره شديد، فنحن محتاجين للقشره دي. فاول ما انا اشيل القشره دي وبقيه دقيق ابيض، هنا بيدري لنا على انه هو بقى حاجه غير صحيه، الجسم ما حيستفيد منها بالطريقه المطلوبه. تمام، طيب، الكربوهيدرات عندها مصادر صحيه وعندها مصادر زي ما قلنا ممكن يعني هي فقدت قيمتها عشان كده درجة تحت الله صحية، زي مثلا هو دقيق الأبيض ده بقى غير صحي.
المصادر الصحية زي شنو؟ زي الرز، المكرونة، الدقيق الأسمر اللي نحن ممكن نستعمله في كافة حاجاتنا اليومية، زي مثلاً في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في القراصة، في الحاجات اليومية اللي إحنا بنعملها دي، بس بدل ما نعملها بدقيق أبيض نعملها بدقيق أسمر. ثاني عندنا البطاطس، عندنا البامبي، المكرونة، حتى المكرونة في مكرونة كاملة القمح أو القمح الكامل. تمام، انتهينا من الجزء الأول اللي هو الكربوهيدرات. أنا قبل لما ذكرت إنه التغذية الصحية بتهتم بثلاثة حاجات اللي هو تكون من مصدر صحي وبكمية مضبوطة أو تتعامل بطريقة صحية، هنا الكربوهيدرات لما تتأخذ بطريقة يعني بكميات كبيرة هتعمل مشاكل كبيرة في الجسم، بتأدي منها للسمنة، ومن السمنة بعد شوية بتخش في إنك تبقى معرض لأمراض زي السكري والضغط وأمراض القلب وغيره. الحاجات دي كلها سببها شو؟ سببها النشويات الجايه من المصادر بتاعت الكربوهيدرات اللي احنا ذكرناها قبل شويه دي. فلما تتاخد حتى لو كانت صحيه، لما ناخذها بكميات كبيره شديد حتعمل لنا مشاكل، ولو اخذناها كمان بكميات بسيطه شديد ممكن برضو تدخلنا في مشاكل. عشان كده احنا لازم ننتبه لانه الكميات تكون موزونه. موزونه كيف؟ يعني انا ما حاجه احدد لك الليله انت فلان الفلاني اخذ الحاجه الفلانيه يعني كتقدير كده زي، لا، تتحسب بطرق معينه وبحاجات يعني بمعادلات وحسابات كثيره احنا محتاجين لها نعرفها، حتى يعني داخل فيها العمر، داخل فيها وزن الجسم، عوامل كثيره بتحكم لنا الكميات دي. طيب الكربوهيدرات نفسها ننتبه للطريقه بتاعه طبخها او الطريقه بتاعه اخذها. احنا لما نعملها بطرق غير صحيه، مثلا عندنا البطاطس، البطاطس زي ما ذكرنا قبل شويه هي حاجه صحيه او مصدر صحي بتاع النشويات، لما نجي نعمله بطريقه غير صحيه اللي هي احنا بنقليها بالزيت، بتتحول لي من مصدر غذائي صحي لمصدر غذائي غير صحي. ليه؟ الفرق شنو؟ انه هو طبخ بطريقه غير صحيه. تمام كده احنا انتهينا من القسم الاول بتاع الطاقه، او اللي هو اهم قسم عندنا بتاع الطاقه الكربوهيدرات. تمام، نجي نشوف القسم الثاني. القسم الثاني عندنا البروتين. طيب البروتين هو برضو مصدر بتاع طاقة، لكن عنده أهمية كبيرة شديد في إنه هو بيبني لنا العضلات وبيدخل في النمو وبيدخل في خلايا الجسم عموما، يعني من السبيب الرأس لحد القدم تحت. البروتين داخل في تكوين الخلايا، داخل في تجديد الخلايا، داخل في إنه هو يجدد لي الخلايا الميتة، يجدد لي يعني يصنع لي خلايا جديدة، وداخل زي ما قلنا في تكوين العضلات. عشان كده بتلقي إنه كل الناس المهتمين بمجال الفيتنس وبمجال الرياضة عندهم اهتمام شديد بالبروتين. تمام، اهتمامهم الشديد بالبروتين في انه هو حاصرينه دايما في انه بس شنو يضخم لهم العضلات او يديهم الشيب بتاع الجسم اللي هم محتاجين له. طيب لكن هو بس لا يعني فوائده بتتحصر في العضلات، لا، هو كمان داخل في بناء الهرمونات، داخل في بناء عمليات النمو، حتى داخل في التطور بتاع مراحل الانسان، من مرحله ما هو يكون بيبي صغير لمرحله الطفوله، مرحله المراهقه، مرحله الشباب، مرحله الشيخوخه، دي كلها داخل فيها البروتين. يعني مهم شديد انه احنا ناخده بكميات مضبوطه برضو زي ما قلنا، وبرضو بطريقه صحيه، وبنفس الوقت ناخده من مصادر صحيه. البروتين برضو بيتقسم لنا لمصدرين. طيب البروتين عندنا فيه احماض امينيه احنا محتاجينها شديد. تمام، الاحماض الامينيه دي قاعده وين؟ قاعده في المصادر الحيوانيه من البروتين. عندنا مصادر حيوانيه ومصادر نباتيه، فالمصادر الحيوانيه قاعده فيها الاحماض الامينيه. طيب عشان كده بتلقي انه الناس دائما يعني في ربكه كده ان احنا ما نعتمد على البروتينات من البقوليات بس. ليه؟ لان البقوليات بتفتقر الاحماض الامينيه والجسم محتاج ليها كاحماض امينيه اساسيه لانه ما بيقدر يصنعها، فبناخذ من المصادر الخارجيه اللي هي زي شنو؟ زي المصادر الحيوانيه، سواء كانت من اسماك، سواء كانت من لحوم بيضاء، سواء كانت من لحوم حمراء، او من التون، او من البيض، او حتى منتجات الالبان. المصادر النباتيه البقوليات عموما كلها بتحتوي على البروتين، حتى المكسرات بتحتوي على البروتين، الدكوه حقتنا العاديه دي برضو بتحتوي على النسبه بتاعه البروتين. ده كده فيما يخص البروتين. البروتين برضو زي ما ذكرت قبل شويه انه محتاج احنا ناخذه بكميات مضبوطه، ما نكتر فيه عشان ما تحصل لنا مشاكل، وكمان ما نقلل لانه هو مهم في التطور بتاع الجسم وفي النمو وفي كل الحاجات الثانيه اللي احنا ذكرناها. نشوف باقي العناصر في حلقات جايه ان شاء الله.